التسويق بيتم عبر كأنه هي أقمشة أو غيرها. طيب التحول الرقمي الآن، التسويق الرقمي الآن، كشف آليات جديدة للتعامل مع العالم بآليات جديدة عالمية نقدر نصل للآخرين بها. ما قلت لك ده على مستوى النخبه ساهل، لانه انت عندك ناس مؤهلين يمكن ان تدربهم على كده عشان يعملوها، لكن المشكله على مستوى المجتمعات. صاحب الحيوان ده ليس من النخبه، ده زول الحيوان عنده زي ولده وبيتعامل معاه بهذا الفهم، وبالتالي انت محتاج لارشاد بيطري يدفع المنتج لكي يتعامل مع هذا الحيوان ليس روحيا، وانما يتعامل مع هذا الحيوان من ناحيه اقتصاديه. ودي مساله مهمه جدا، الحيوان جزء من التركيبه المجتمعيه والثقافيه الموجوده في هذه المجتمعات. الشخص بيرتفع به على مستوى القبيله وعلى مستوى المجتمع، بيعرس به وبيعمل اشياء كثيره جدا. انت عايز تنفض هذه المساله تماما وتتعامل معها بشكل غير الشكل اللي متواجد الآن، وبالتالي تدفع المنتج لأن يكون جزء من العملية الاستثمارية. ما في واحد جاء اشترى منه بس الحاجات الزايدة لأنه محتاج سكر ومحتاج نايف، فبعليه شوية مراح أو مراحين عشان يتعامل معه.